هذه اللحظة التعادل السلبي هنا لدينا عبد الرحمن عامر الشاطري. ثلاث محطات بالنسبة لعامر الشاطري مع النصر ثم ظفار ثم بعد ذلك النهضة. وتتحول بعد ذلك إلى سولا ماتوفو إلى بدل إلى ضربة مرمى لنادي المصنعة. إذا الكرة ذهبت إلى خارج الملعب. الآن تعود لنادي مرباط، لكن العفاريت يريدون الوصول إلى النهائي بعد 28. والكرة بعد ذلك تصل إلى سولا ماتوفو. مرباط قبل نهاية الشوط الأول قد يسجل الهدف الأول. هنا لدينا الفرصة البلوشي وكذلك حمد اليحمدي والغيني محمد بابا ومحسن ساري وكذلك البرازيلي جاجا وفي المقدمة وحيدا نصيب الغيلاني. بينما نادي مرباط الذي يتحصل الآن على ضربة حرة، فلدينا هاني نجم الدين في حراسة المرمى وفي خط الدفاع عامر الشاطري، يوسف السعدي، محمد خادم الكوري الجنوبي جوان، وأيضا لدينا في المنتصف الأوغندي سولا ماتوفو، وأيضا سعيد ربيع بدر الجابري وكذلك جيرفيرسون، وفي المقدمة وحيدا عبد الرحمن الغساني وحسين الحضري، لا ننسى أيضا حسين الحضري. هذه هي الأسماء. وهنا لدينا الضربة الحرة الآن لنادي مرباط، وسيكون اللاعب سولا ماتوفو على تنفيذ هذه الكرة. الأوغندي هو من سينفذ هذه الكرة، سجل في مرمى نادي المضيبي. والآن لدينا هذه الفرصة، هذه المحاولة، الكرة مرسولة لكنها تبعد الكرة الماضية. نعم أبعدت من المعمى. هذه هي الكرة الخطيرة والكرة التي أرسلت بالشكل السليم، لكن التعامل السليم كان. وهنا لدينا عبد الرحمن الغساني بعد ذلك إلى سولو ماتوفو، يحاول فيها سولو، ما زالت الكرة والمحاولة تقطع. المصنعة والكرة عادت بحر، والشدائد تصنع الرجال، وهذه فرصة فترة قليلة. وهنا لدينا فرصة، لدينا محاولة، التنفيذ، الله الله الله، وما زالت الملعب. هذه هي الإعادة، وهنا التسديدة القوية، لكن خالد المعمري كان حاضرا وأبعد الكرة الماضية، وبعد ذلك الكرة تحولت إلى رمية تماس. لكن انت تابع وناظر وردة الفعل الجميلة، وبالتالي غياب مؤثر بكل تأكيد بالنسبة لمسلم عكعاك. الكرة تعود تصل إلى محمد خادم، إلى عبد الرحمن الغساني، استلام إلى سولو ماتوفو. أرسلت هذه الكرة، تحولت بعد ذلك، عادت إلى محمد بابا، مقطوعة هذه الكرة إلى سولو ماتوفو. أيضا سولو قدم مباراة مميزة، وبالتالي لم يوفق حكم المباراة في اللقطة الماضية. الكرة الآن، هذه الكرة تعود عند سولو ماتوفو، يعود بالكرة، الكرة عند عبد الرحمن، وصلت بعد ذلك إلى القبرصي وأيضا الدوري الأذربيجاني. والآن هو يدخل، والآن لديه الفرصة ولديه المحاولة، وهنا لدينا ويكس يلعب هذه الكرة، والكرة تعود عند الأوغندي سولو ماتوفو الذي يحاول في هذه الكرة. وهنا لدينا بالأمل من أجل نقطة التعادل ومن أجل التعادل من خلال هذه المباراة، لكن هنا لدينا سولو ماتوفو ينطلق في هذه الكرة، يحاول سولو ماتوفو الكرة والمحاولة، قد يأتي المرور، قد يأتي العبور العرضية، ولكن مقطوعة من أمامه. تعود الكرة مع حسين الحضري، عيد وحسين كانوا ثنائي حاضر مع منتخبنا الأولمبي الفاز بالبطولة الخليجية مع المدرب حمد عزاني. كرة ملعوبة خطيرة عرضية لمصلحة نادي مرباط، إرسال كرة للأمام، ولكن مقطوعة الكرة من دفاعات نادي العروبة، تعود مجددا مع أليكس، أو عفوا اللاعب اللي هو سولا، لا تزال مستمرة. حسين الحضري يعيدها للخلف إلى سولا مرباط، انطلاقه وتقدم مع حسين الحضري باتجاه سولا، اللاعب السريع والمشاكس الخطير، يتفوق بالالتحام البدني اللاعب سولا، يرسل كره او تاخر في الكره الماضيه، يبحث عن زميل، لا تزال محاوله مع اللاعب سولا، يتقدم اللاعب الاوغندي ولكن يكسب من خلالها على رميه تماس لمصلحه نادي كره ملعوبه سهله الان لمصلحه نادي مرباط مع سولا، تسديده ولكن لا تزال محاوله مستمره قصيره من جيفرسون الى سولا، لا تزال محاوله لمصلحه نادي مرباط، كره مع سولا الان، تعود الكرة إلى عامر الشاطري الشوط، ولكن أتمنى أن يشارك الشوط الثاني أفضل من جانب العروبة ومرباط من خلال هذا اللقاء. حتى ألقاكم في ذلك الحين، لكم من أجمل تحية.
الكره الان في الجهه اليمنى انطلاقه لصالح فريق نادي مرباط. ارسال كره داخل منطقه خط انطلاقه وتقدم الان لمصلحه نادي مرباط. كره ملعوبه الى ضربه ركنيه الان لمصلحه نادي مرباط. هذا اللاعب المهاجم سولا قدم جيفرسون ياخذها جيفرسون بالفعل اخذها الى سولا الى جيفرسون ولكن اسرع عمران في الكره الاماميه الان لمصلحه نادي مرباط في الجهه اليمنى انطلاقه وتقدم مع سولا. يتقدم سولا تزال محاوله مستمره من سولا عرضيه سال كره عرضيه داخل منطقه خطيره ولكن تبعد كره الماضي ايضا من دفاعات نادي مرباط. سولا المتراجع يرسل كره اماميه لمست يد في كره الماضي حكم اللقاء يامر باستئناف اللعب ما شاف الكره الماضي الكابتن يعقوب عبد الباقي يبدا هجم لا مرتده اللاعب سولا بجانب حسين الحضري وبجانب كذلك عبد الرحمن غساني. فيما هنا الفرصه الماضيه اللي كان فيها تسلل على اللاعب عبد الرحمن غساني اللي تاخر فيها شوف كان متسلل بالفعل كان متسلل عبد الرحمن غساني ايضا ياسر الشيري للدخول في اللحظات القادمه